طالما ادعى السياسيون دون وجود أدلة كافية تثبت صحة هذه الادعاءات أن المسدسات المخصصة للعب تجعل الأولاد الصغار الذين يلعبون بها يؤمنون أن قتل الأعداء في الحرب هي أسمى مهمة يمكن أن يقوم بها الرجل، وأن الأسلحة الحقيقية هي أدوات شرعية لحل كل أشكال النزاعات. وقد صدق الآباء هذا، وكانت النتيجة إن انخفضت مبيعات لعب المسدسات بشكل ملحوظ في خلال 25 عاما الماضية. لكن على الرغم من ذلك استطاع الأولاد الصغار صنع مسدساتهم الخاصة من فروع الأشجار والأنابيب. ومنذ عدة سنوات مضت شن المناصرون لحقوق المرأة حملة هدفها إجراء عملية تصغير ثدي للعروسة باربي، مدعين أن جسدها السخيف غير المتناسق يجعل الفتيات الصغيرات يتبنين أفكارا غير واقعية بخصوص شكل الجسم الأنثوي، الأمر الذي يهز ثقتهن بأنفسهن ويؤدي إلى إصابتهن باضطرابات تناول الطعام. ولكن مرة أخرى لا يوجد ما يثبت صحة هذه الإدعاءات إلا أن هناك من يصدقها. فعلى أي حال كل سيدة تقريبا تعاني من عدم الثقة بنفسها أو اضطرابات في تناول الطعام قد سبق لها أن لعبت بالعروسة باربي وهي صغيرة. أنا لا أمزح.